صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا عندنا 9:15 دابا. شوفوا على منظر وعلى جو صباح كيحمق ديال الصيف، الشميشة الخضورية، ولكن شكون يقدر يخرج يتبرع بهاد المناظر؟ ايوا الحمد لله على كل حال، نطلبوا الله يشوف من حالنا. كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير. انا اليوم في الحقيقه راني عجنت، عجنت المسمن الملوي، كاين اللي كيقولوا مسمن كاين اللي كيقولوا ملوي. بغيت نديرو بالبيض، وهاد الطريقه كتعجب راجلي بزاف بزاف، وما معروفاش هاد الطريقه بزاف، وما كنتش ناويه نصورو، ولكن في التالي قلت علاش لا نصورو باش اللي ما يعرفوش يستافد مني. يعني عارفه يقدروا الناس يعرفوه، ولكن كاين واحد الاقليه ما تكونش عارفاه حيت ما معروفش بزاف. انا براسي ما كنتش كنعرفو، ايوا قلت نصورو معكم نشاركو معكم. المهم الجيراني عجنتو ديجا، درت دقيق الفورس، دقيق ديال الحلوه غير بوحدو، ودرت معاه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، نص معلقه ديال الملح، واحد نص كاس ديال الحليب. تقدري الحليب تقدري تستغني عليه، ولكن باش كيجي منفوخ ومحمر مزيان. وشنو درت اخر؟ وشويه نص معلقه غير شويه ديال السكر باش تنسمي شويه، والماء. انا بالنسبه ليا الماء عجنته غير بالماء بارد، ودرته في هاد البلاستيكه ديال الاغذيه ديال الثلج، وخليته كيقرصو مزيان. غنخليه واحد الساعه عاد غادي نخبزو باش غادي نعمرو بالبيض. المهم تشوفوا معايا الطريقه، خليكم معايا. بالنسبه للعجينه ديالي ارتاحت، خليتها واحد الساعه هكا ارتاحت. انايا ما كنخدمش على البوطاجي، ما كنحملش نخدم على البوطاجي، عندي هاد الصينيات كبارين هادو، خليهم غير المسمن ولا شي حاجه اللي كتحتاج دليك وتسرحيها، يعني فوق ديال العمل، خشبه العمل. بالنسبه انا كما قلت لكم المسمن عجنته غير بالفورس، الدقيق ديال الحلوه، باش غادي نديرو هنايا ندير فيه الفينو. المهم انا غنوريكم شنو كيفاش غندير له. نحتاج الفينو، نحتاج الزيت، صافي هادشي اللي غنحتاج. هدا باش ندير فيه، المهم انا غنوريكم كيفاش تصاوبوه. المهم بعد ما قسمتهم، انا بالنسبه ليا درت غير 4، كيجيو على هاد الشكل هذا، هو كيجيو زعما انا درتو شويه خفيف، العجينه ديالو درتها شويه خفيفه، وانا نخدم هنايا. يلا خليكم معايا. بالنسبه لهاد الفينو هذا كندير له هاك هكا هكا، يجي حمق. كاين اللي كيدخل الفينو من الاول، انا هاد طريقتي باش كندير المسمن، هذه هي الطريقه ديالي. كاين اللي كيدير الفينو من الاول كما قلت لكم، كيدخلوا في العجينه. شفتوا كي كديروا العجينه خفيفه كيجي مطلوق، في الساعه كيجي مطلوق كينطلق. المهم انا غادي نكملها ونوريكم الشكل من ملي نسرحها، لانني هزا التليفون بيد وكنخدم بيد ما تجيش. انا ملي سرحتها هكاك نجمعها مسمن عادية اللي كتعرفوا لها جميعا، وماشي السر هنا البيض ما كنديروش دابا حتى كطيب. المهم انا غادي نكمل هادو كاملين اللي باقيين ليا، نجمعهم عاد نسهل نطيب ونعمرو بالبيض، وانتم معايا باش تشوفوا الطريقه. ها هما بعد ما صايبتهم، دابا غير ندلك كما قلت لكم. بعد ما صايبتهم ها هما كيجيو على هاد الشكل هذا، والفينو كيجي فوقهم واعر. المهم انا ما كنعجنش الفينو فيهم كما قلت لكم، كل واحد وطريقته.
ماما هنايا بلا ما بديت نخبز انايا وجدت هنا شنو غادي نحتاج فيه. نحتاج جوج بيضات والفرماج لكم الاختيار، تقدروا ديروه تقدروا لا، وتقدروا تستعملوا اي فرماج. انا عندي لافاش كيري ولكن عجبني هذا، بغيت ندير هذا هاد المربعات. ايوا انا غنخبز عادي وغنوريكم الطريقه كيفاش ديروا فيه البيض. انا هنايا دابا وجدت، درت هنايا بيضه دربتها ودرت فيها جوج فرماجات بهذا النوع هذا اللي قلت لكم، حيت كل مسمنه غندير فيها جوج فرماجات وبيضه. وغادي نعمر غير جوج غنخليهم عاديين، نعمر جوج نفطروا بهم وجوج نخليهم عاديين. المهم هانتوما معايا، هاهي المسمنه ديالي كطيب، كيجي رائع بهذه الطريقه ديال العجين اللي درت له، كيجي حمق. ها هي المسمنه بقى لها واحد شويه طيب، واحد جوج دقائق هكا ولا ما كاملاش، ولا ما عرفتها ما كنعرفش في الوقت. المهم ما طابتش نيشان نيشان، قريبه الطيب. حيدتها بهذه الطريقه وغادي نفتحها على الطريقه ديال الكتابه، نفتحها من هنايا هكا. المهم غادي نفتحها ونوري لكم، حيت شاده التليفون باليد خصني نخدم بجوج يدين ديالي. يلا هتشوفوا من بعد. هكا فتحتها بهذه الطريقه، هذه هكاك بهذه الطريقه، هانتوما تشوفوا فتحتها بهذه الطريقه هذه، ها هي. من بعد ونعاود فتحوها بحال الكتاب هكاك بهذه الطريقه هذه. انا حاولت سرحت البيض عليها كامله غير من جهه واحده، وصوبت لها الفرماج، وانا غادي نولي نبلع عليها بهذه الطريقه هذه هكاك باش ما يتزلع عليه داك الشيء. ضغطي عليها غير شويه صافي، ومع الجناب غير شويه ضغطي عليها غير مع الجناب باش ما يخرجش داك الشيء، غادي نرجعها تولي طيب. ها هي طابت، شفتوا كي كتجي حمراء واعره كتحمق. طابت، انا نفتح لكم وتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شفتوا كيفاش كيجي، ها النتيجة النهائية، معمر بالبيض والفرماج، كيجي كتر من رائع، كيجي كيحمق، غير جربوه ما غاديش تندموا، والله ما تندموا، كيجي هبل. مهم نخليكم هنا، انا غادي نكمل لان صعيبة نصور بيد وحدة ونطيب بيد اخرى. انا نخليكم هنا، المهم نتوما شفتوا الطريقه وشفتوا كيفاش كيجي، كيجي يهبل، كيجي حمق صراحه. شفتوا معايا الطريقه كيفاش دايره، كنتمنى تجربوه غيعجبكم بزاف بزاف. ونخليكم وشكرا لكم بزاف، ومع السلامه.